بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والعشرون. بلا أب. كان صبي صغير يتيم يأتي إلى المدرسة ليتعلم القراءة والكتابة. كان فعل ماض ناقص. صبي اسم كان. صغير نعت أول. يتيم نعت ثاني. يأتي فعل مضارع وفعله ضمير مستتر تقديره هو. والجملة الفعلية يأتي في محل نصب خبر كان. إلى المدرسة متعلقا بالفعل يأتي. لحرف الجر بمعنى كي. يتعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حرف الجر. التقدير لأن يتعلم. وفعله ضمير مستتر تقديره هو. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل الجر بحرف الجر. والجار والمجرور متعلق بالفعل يأتي. القراءة مفعول به للفعل يتعلم. وحرف عطف الكتابة معطوف على القراءة منصوب مثله. وفي يوم من الأيام كتب له المعلم هذه القاعدة: أكرم أباك وأمك لكي يكتب مثلها في كراسته. وحرف عطف في يوم متعلق بالفعل كتب. من الأيام جار ومجرور متعلق بنعت محذوف وهو نعت ليوم. كتب فعل له متعلق بالفعل كتب. المعلم فاعل. هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به لكتب. القاعدة نعت. أكرم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. أبا مفعول به منصوب وعلامة النصب الألف لأنه من الأسماء الستة مضاف والكاف مضاف إليه. وحرف عطف أمك معطوف على أباك منصوب مثله. وجملة أكرم أباك وأمك في محل نصب بدل. لحرف جر كي حرف مصدري ونصب واستقبال. يكتب فعل مضارع منصوب بكي وفعله ضمير مستتر تقديره هو. والمصدر المؤول من كي وما بعدها مجرور بحرف الجر. والجار والمجرور متعلق بالفعل كتب. مثل مفعول به مضاف ها مضاف إليه. في كراسات متعلقا بالفعل يكتب. وكراسات مضاف ه مضاف إليه. فأخذ الصبي الكراسة وكتب بعض أسطر ثم ترك القلم وبكى. الفاء حرف عطف. أخذ فعل الصبي فاعل. الكراسة مفعول به وحرف عطف. كتب فعل وفاعل. بعض مفعول به مضاف أسطر مضاف إليه. ثم حرف عطف. ترك فعل وفاعل. القلم مفعول به وحرف عطف. بكى فعل وفاعل وهو معطوف على تركه. وصارت دموعه تجري على خديه. وحرف عطف. صارت فعل ماض ناقص من أخوات كان مضاف. دمع اسم صارت مضاف هو مضاف إليه. تجري فعل وفاعل. وجملة تجري في محل نصب خبر صارت. على حرف الجد خد مجرور وعلامة الجر الياء لأنه مسنى. وحذفت النون للإضافة. والجار والمجرور متعلق بالفعل تجري. وخد مضاف هي مضاف إليه. ثم أخذ يكتب لكنه لما كان يفكر في أبيه لم يقدر أن يضبط نفسه. ثم حرف عطف. أخذ فعل ماض من أفعال الشراع يعمل عمل كان واسمها ضمير مستتر تقديره هو. في محل رفع يكتب فعل وفاعل. وجملة يكتب في محل نصب خبر أخذه. لكن حرف مشبه بالفعل يفيد الاستدراك. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم لكن. لما ظرف زمان مضاف يتضمن معنى الشرط وهو متعلق بيقدر. كان فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو. يفكر فعل وفاعل. وجملة يفكر في محل نصب خبر كان. وجملة كان يفكر في محل جر مضاف إليه. في أبي متعلقان بالفعل يفكر
وأبي مضاف هي مضاف إليه. لم حرف جزم يقدر فعل مضارع مجزوم بلم، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وجملة يقدر في محل رفع خبر لكن. أن حرف نصب يضبط فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به ليقدر، نفس مفعول به ليضبط مضاف هو مضاف إليه. فرفع صوته بالبكاء. الفاء حرف عتن، رفع فعل وفاعل، صوت مفعول به مضاف هو مضاف إليه، بالبكاء متعلقا بالفعل رفع. فقال له المعلم: ما لك يا ابني؟ ماذا جرى لك؟ الفاء حرف عتن، قال فعل ماض له متعلقا بقال، المعلم فاعل قال. ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، لك جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا. وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. يا ابني يا حرف نداء، ابني منادى مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه، التقدير ابنا لي. ما اسم استفهام مبتدأ ذا زائدة، جرى فعل وفاعل وخبر المبتدأ، لك متعلقان بالفعل جرى. أو تقول: ما اسم استفهام مبتدأ ذا اسم موصول خبر المبتدأ. وجملة جرى صلة الموصول. قال: لا أقدر أن أكتب على هذه القاعدة لأني يتيم من الأبي. قال فعل وفاعل. لا نافية، أقدر فعل وفاعل. أن حرف نصب أكتب فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به لأقدر، على هذه متعلقان بالفعل أكتب، وهذه منوعة القاعدة نعت. لي حرف الجد، أن حرف مشبه بالفعل، وياء المتكلم في محل نصب اسم أن، يتيم خبر أن، من الأب متعلقا بيتيم. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جد بحرف الجر، والجار والمجرور متعلق بالفعل أقدر. فأرجو أن تكتب لي غيرها. الفاء حرف عطف، أرجو فعل وفاعل. أن حرف نصب تكتب فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. وجوبا، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به لي متعلقا بالفعل تكتب، غير مفعول به مضاف ها مضاف إليه. فرق قلب المعلم له وقطع من الكراسة الورقة التي حركت في قلبه الحزن على أبيه، وكتب له غيرها. الفاء حرف عتن، رق فعل ماض، قلب فاعل مضاف، المعلم مضاف إليه، له متعلقا برق. وحرف عتن قطع فعل وفاعل، من الكراسة متعلقا بالفعل قطع. الورقة مفعول به، التي اسم موصول في محل نصب نعت للورقة. حركت فعل وفاعل، وجملة حركت صلة الموصول، في قلب متعلقا بحركت، وقلب مضاف هي مضاف إليه، الحسن مفعول به، على أبي متعلقا بنعت محذوف، وهو نعت للحزن، التقدير الحزن الكائن أو الحزن الموجود على أبيه. وأبي مضاف هي مضاف إليه. وحرف عطف، كتب فعل وفاعل، له متعلقا بكتب، غير مفعول به مضاف ها مضاف إليه. والله أعلم بالصواب.